النشرة المسائية الأولى من القناة الوطنية الأولى. تظاهرة مسرح زمن الكوفيد بمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف مثلت فرصة لعرض إنتاجين مختلفين أمام لجنة اختيار الأعمال المسرحية والرقحية المحترفة والهوية لإدراجهم ضمن العروض المسرحية بمختلف الجهات. انطلقت بفضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف فعاليات التظاهر الثقافية مسرح زمن الكوفيد والتي تتواصل على امتداد يومين. برمجنا التظاهر هذه الخفيفة الحقيقة بمناسبة معناها تقديم انتاجات جديدة لمركز الفنون الدرامية، عملين مسرحيين جديدين لأول مرة يعرضوا اليوم، مسرحية إكس محمد إخراج محمد طاهر خيرات وعمل مسرحي غنائي إخراج رضوان الهنودي. اغتنمنا الفرصة باش نثروا شوية النشاط هذايا، توجهنا بعروض تنشيطية وفرجوية. وتتضمن التظاهر عرضا لإنتاجين جديدين للمركز أمام لجنة اختيار الأعمال المسرحية والرقحية المحترفة والهوية قصد إدراجها ضمن العروض المسرحية بمختلف التظاهرات وورشات مسرحية مختلفة. موضوع هو الإكس بما تحمله من معاني من تأويلات. الإكس هذه تنجم تكون الكروة اللي نشطبوا بها على حاجة، تنجم تكون الانكوني اللي في الرياضيات، تنجم تكون معناها الحاجة السواد الأعظم ما نجموش نعرف، ما نجموش نحدو تحديدا شكون هو الإكس هذا بالضبط. مرض الهواء هو عمل فرجوي مسرحي غنائي وضفنا فيه بعض الأغاني التراثية من خلال خرافة اعتمدناها، هي تعتمد أساسا على المحبة. حابين نقوله من خلال هذا العمل اللي رو ما فما كان المحبة هي اللي تنجم تصفي القلوب وهي اللي توصلنا إلى الإبداع وهي توصلنا إلى التآخي. من جهة أخرى تولى المركز بمناسبة هذه التظاهرة تنظيم فقرات تنشيطية بمدرسة بوهراوة الريفية، تم خلالها توزيع مجموعة من اللوحات الرقمية على تلاميذ المدرسة الابتدائية ومركز التربية المختصة بالكاف، وذلك بدعم من الجامعة التونسية لشركات التأمين. من التهميش ويلزمنا نقفوا معها ويلزمنا نقفوا نمدوا لها يد المساعده. جينا لهنا جبنا لهم شويه هكا كمامات بافيت باش ندعموا مجهود الدوله في المحافظه على صحه الانسان، شويه جيل باش يعرفوا الواحد انه معناها يحافظوا على رواحهم. جبنا لهم شويه دي تابلات باش نجموا يستعملوهم وفي قرايتهم وفي ديارهم، وهذا الكل راهو حاجه رمزيه. مسرح زمن الكوفيد تظاهرات مسرحية وتنشيطية حرص خلالها منظموها على الخروج بالفعل الثقافي إلى المناطق الريفية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.